حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الكويت المحلل السياسي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي. أهلا بك دكتور فهد. هذه ليست المرة الأولى التي تعلن عنها وزارة الداخلية البحرينية عن إحباط عدد من المخططات الإرهابية والقبض على بعض الإرهابيين. الجديد في هذه العملية هو العدد 116 إرهابيا وينتمون إلى تنظيم إرهابي واحد. يعني ما أهمية مثل هذا الكشف وربطه أيضا بما يثبته من اعترافات ومن المواد التي تم ضبطها من استمرار التدخل الإيراني في الشأن الداخلي للبحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل لا أبدأ خليني أهني أنا الرجال المجاهدين في وزارة الداخلية، في جهاز الأمن الوطني، في قوة الدفاع البحرين، في الحرس الوطني. خليني أهني كل بحريني مخلص لبلده عبر هذا الإنجاز الأمني الوطني الذي الحقيقة كان يهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأعراضهم ومصالحهم والدولة كلها. هذه الأسلحة اللي شفتها أنا هي أسلحة هجومية. هذه الأسلحة يقصد فيها إيقاع الضرر، ليس صد أو إيقاع ضرر، نشر الفوضى وإيقاع ضرر. لذلك تجد القنابل اليدوية، المتفجرات، هذه كلها أسلحة تخريب. وهؤلاء يقولون نحن نريد أن نعمر ونحن مظلومين. طيب المظلوم ما ياخذ قنابل يدويه يرميها عليه، يخطط لرمايتها على الناس وعلى المصالح. الان العدد ليس سرا ان هناك العديد من شباب المضللين، شباب البحرين، يتدربون عند حزب الله في العراق، وانا عندي صور على ذلك، صور عاديه. يعني هذا مش سر، في ناس مصورينهم وواضحين يتدربون، يجون بقصد الزيارة للعتبات المقدسة ويتدربون ويؤدلجونهم ويدربون. الآن ما هو مصير الشباب اللي يدربوهم؟ بدل ما يدربونهم على التقوى وعلى الطاعة وعلى حماية وطنهم وعلى طاعة أولياء أمورهم والمسؤولين في الدولة، يحرضونهم على التهريب. ماذا استفادت عائلة الشباب هذيلا؟ بالتالي حزب الله وإيران لهم يد كبير في زعزعة البحرين. البحرين الدولة الوحيدة التي وقفت أمام إيران منذ سنوات، وهي تصيح بعدة مرات في المنابر الدولية وفي كل مكان أن هناك تدخل إيراني، ورفعوا شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن. ها هي تثبت واضحة بدون شك. 116 عنصر أعتقد أنها قدرة استخبارية ممتازة جدا لأجهزة الأمن البحريني، أيضا تعاون وتنسيق جميع الأجهزة، رصد لهذه النشاطات، التحليل المعملي والكيماوي في وضع المتفجرات يثبت أنها تأتي من ضمن الصناعات الإيرانية. هذه كلها كافية لقضايا دولية على إيران. نعم، الفضل لله وثم ليقظة الأجهزة الأمنية. نعم. دكتور فهد، يعني الفضل لله بأن هذه العمليات يتم الكشف عنها بشكل استباقي قبل وقوعها. الآن بيان الداخلية الذي نحن بصدده الآن يقودنا للحديث عن يقظة الأجهزة الأمنية في المملكة وقدرتها على حفظ الأمن والتصدي أيضا للتدخلات الإيرانية بالتدريب المغرر بهم كما وصفتهم قبل قليل من إرهابيين، وأيضا بإمدادهم بالأسلحة والمتفجرات. كيف تقيم أهمية العمليات الاستباقية التي تقي المجتمع بفضل الله شرور الإرهاب قبل أن تقع بفضله؟ أنا أناشد قبل رجال الأمن، أنا أناشد مواطنين ومواطنات البحرين. نعم. يا جماعة، هذا بلدكم وهذه دولتكم. هذه القنابل ترى إذا تم رمايتها لا تفرق لا بين طفل بحريني ولا بين امرأة ولا بين رجل، لا بين سني ولا بين شيعي. تخيلوا ترمى هذه القنابل داخل مول، ترمى داخل تجمعات. وطنكم أيها الأخوة أيها الأخوات في مملكة البحرين دافعوا عنه. لا حد يقول أنا مالي شغل في معلومة، في شبهة، في خطأ، أبلغ السلطات الأمنية. لا تقول والله أنا هذا قريب لهذا الشخص، إذا خان بلده فهو خائن لك وخائن لقيادته. بالنسبة لتعاون أجهزة الأمن، أنا أعتقد أن مجهود رائع أن قيام أجهزة الأمن برصد هذه التحركات. الصعوبة أنك أنت تنسق، صعوبة أنك أنت ما تنكشف الخطة. 116 شخص، كيف يتم القبض عليهم؟ كيف يتم التحضير لهم؟ كيف يتم المضبوطات؟ كيف يتم مقاومة إذا قاوموا؟ يعني أسئلة كثيرة عشان تتحقق هذا الإنجاز. بالتالي بارك الله فيهم، لكن العبء على المواطن البحريني. شكرا جزيلا أيها الأخوة في البحرين، دافعوا عن بلدكم. شكرا لك من الكويت المحلل السياسي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي.